السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نجيب لكم حاجة عن إزاي تعمل نفسك من كل حاجة. زي الفيسبوك، في حاجة جديدة طلع فيها إن هو بيقدر يشوف نشاطاتك خارج الفيسبوك، لو حتى على التطبيقات اللي عندك على التليفون. فإحنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشوف إزاي نعرف الخاصية دي، وبعد كده إزاي بنخش عليها، وازاي بنلغي الحاجات دي. نخش الاول على الفيسبوك، ونخش على السيتنج، وبعدها بننزل تحت هنلاقي اوف فيسبوك اكتيفيتي، مكان نخش عليها، وبالدليل هذه التطبيقات كلها. في تطبيقات منها انا بستخدمها، وفي تطبيقات انا مسحتها، حتى بيجمع عنك تطبيقات، بيعرف اخر تسجيل ليك عن التطبيق كان امتى. الحاجات دي يعني يعتبر خطيرة. انت ما انا بستخدمش فيس، انا بستخدم مثلا تطبيق ببعت بيه شريط، بلعب مثلا دريم ليجا، بخش على تريكولا. كل التقرير ده عند الفيسبوك،